الإحصائيات اللي قالت إنه قيمة هذه المقرات الحكومية اللي موجودة تحديدا في وسط القاهرة ربما قد تصل إلى 700 مليار جنيه، وإن كان هذا الرقم مش صادر عن أي جهة حكومية، ده رقم اتقال كده تقديري، يعني ممكن يبقى مظبوط، ممكن يبقى أقل من كده، وممكن يبقى أكتر من كده. عايزين نعرف ده، وعايزين نعرف الخطط القادمة، ونتكلم على الشكل الاقتصادي اللي ممكن نستفيد به من هذه المباني التاريخية. احنا عندنا مباني في وسط البلد لا تقدر بثمن، فدي ممكن نعمل فيها ايه؟ هل دي ممكن الدولة تفكر انها تطرحها لمزاد، انها يتم الاستفادة منها كفنادق، كمزارات معينة؟ هنعرف كل التفاصيل دي ان شاء الله مع ضيفي الكريمين، سيادة النائب محمد ابو حامد عضو البرلماني. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم، اهلا بحضرتك. الاستاذ خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بسعادتك. شكرا سيادة النائب. الأول موقف النقل إيه؟ يعني إمتى هنبدأ نتكلم على النقل؟ هل كل المقرات الحكومية هتتنقل العاصمة الإدارية ولا لأ؟ يعني لغاية النهاردة واصلين لإيه يا فندم؟ يعني هو طبقا للتصريح الحكومة بهذا الخصوص، هم اتكلموا على أنه كافة الوزارات وعدد من الهيئات التابعة ليها هيتم نقلها بنهاية عام 2019. تمام. إلى الآن لسه ما ابتداش نقل أي وزارة من الوزارات، وبالتأكيد لما هيبتدي عملية النقل يعني هتترتب بأولوية معينة. في الحقيقة إلى الآن الحكومة ما أعلنتش يعني قواعد معينة أو منطق معين للنقل هيحكم أولويات النقل، لكن اللي اتقال بشكل مباشر أنه البرلمان وعدد كبير من الوزارات بنهاية عام 2019 غالبا هتكون اتنقلت. يعني بس هي الفكره يا فندم انه حتى لو بنهايه 2019 وحتى لو بدايات 2020، فيعني بنتكلم على سنه او سنه وشويه من دلوقتي، يا دوب نبدا دلوقتي نتكلم في عمليه النقل هتحصل امتى وازاي. والسؤال اللي هو الخاص بفقرتنا دلوقتي، المقرات بقى الحكوميه دي هيتعمل فيها ايه اللي موجوده هنا في وسط البلد؟ يعني عايز اقول انه مش بدري انه احنا نطرح الاسئله دي، يا دوب. يعني هو بالتاكيد مش بدري، وانا متهيألي انه قانون الصندوق السيادي المصري كان هدفه هو فكره اصول الدوله الغير مستغل. قبل ما يطلع قانون الصندوق السيادي، لما كان بيحصل كلام عن مباني الوزارات القديمة، كان بيتقال انه هتتنقل لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتقال تصريحات من بعض قيادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة انه هتتعمل شركة اسمها نقل الأصول، شركة مساهمة، وهينقل ليها هذه المباني ويبقى لها حق التصرف فيها، وانه القيمه اللي هتيجي من المباني دي بشكل اساسي هي هتروح وزاره الماليه، لكن العاصمه الاداريه الجديده او شركه العاصمه الاداريه الجديده هيبقى لها نصيب قيمه المباني اللي تم توفيرها للوزارات دي. لا معلش يا فندم انا ما فهمتش. تاني قبل ما يطلع قانون الصندوق السيادي. تمام. اللي هو كان لما كان بيطرح كلام عن احنا هنعمل ايه في المباني دي ومين اللي هيتصرف فيها، فكان بيتقال انه هذه المباني هتنقل لشركة العاصمة الادارية الجديدة كملكية كملكية او وتصرف كمان. تمام. وبعدين بعد كده حصل كلام انه المفروض ان المباني دي يعني هتقول بقى لوزارة المالية، فكان بيتقال انه على الاقل شركة العاصمة الادارية الجديدة هيبقى لها نصيب من قيمة هذه المباني يعادل قيمة حي الوزارات اللي هيتنقل له الوزارات، مش العاصمه الاداريه الجديده هتوفر مباني بديله للوزارات القائمه. أيوة. مش المباني الجديده، فادخل ده في ده، مش المباني بقى الجديده دي ليها قيمه. قيمتها اكيد لن تساوي قيمه المباني التاريخيه اللي الوزارات موجوده فيها الان، وانما على الاقل هيبقى في قيمه معينه هتتاخد من عائد المباني القديمه عشان تسدد. طيب. قيمه الوزارات دي. تمام. والباقي كده؟ نعم. والباقي الباقي بقى، الباقي بقى، الباقي لانه مفروض قيمه المبنى اللي في وسط البلد مش زي قيمه المبنى اللي في العاصمه الاداريه. هو فرق بقى. هو الباقي وزاره الماليه هيروح وزاره الماليه يعني، وهيستخدم بقى اما انه يستخدم في الموازنه العامه للدوله وبالتالي يقلص عجز الموازنه العامه للدوله. صحيح. او يكون في تخطيط استراتيجي لاستخدامه، يعني من الافكار اللي بتتقال انه القاهره القديمه غير الصحة والتعليم، يعني ان القاهرة القديمة يعني
بنيتها التحتية في أماكن معينة يعني متهالكة بشكل أو بآخر إلى آخر ذلك يعني. فكان بيتقال بعض أفكار أنه ممكن جدا العائد اللي هيجي غير أنه هيسدد قيمة المباني البديلة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه الجزء الباقي بقى ممكن يتم توزيعه بشكل جزء إذا كان هيروح للموازنة عشان يغطي عجز الموازنة، جزء تاني زي ما حضرتك كنت تفضلتي وقلتي الصحة والتعليم، جزء تالت إعادة يعني تهيئة البنية التحتية للعاصمة القديمة للقاهرة يعني، وإنه في جزء من المباني دي لا هيروح للعاصمة الإدارية الجديدة ولا هيروح وزارة المالية، وإنما هيروح يا وزارة الآثار يا وزارة الثقافة اللي هي المباني التاريخية ذات الطبيعة التاريخية. يعني مثلا مبنى البرلمان سواء مجلس الشعب أو يعني اللي هو مجلس النواب الآن أو مجلس الشورى، الاثنين مباني تاريخية ليهم قيمة تراثية ليهم قيمة أثرية. يا آثار يا ثقافة، يعني ده كلام يعني اللي أنا بقوله لحضرتك ده المناقشات العامة، لكن لم يعلن من الحكومة خطة الحكومة بتتبناها هتتعامل فيها مع المباني القديمة بالمنطق بمنطق محدد يعني، وإنما ده بيتقال بشكل عام كل ما كان يثار الأمر. يعني التصريحات بتاعت إنه جزء من قيمة هذه المباني هيتاخد عشان قيمة المباني البديلة في العاصمة الإدارية الجديدة، وانها تتعمل شركة اسمها نقل الأصول او ان ملكي جزء من ملكية دي هتبقى شركة ايه يا فندم؟ ماهيتها ايه؟ شركة مساهمة تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بس كل التصريحات دي من قيادات في العاصمة الإدارية الجديدة زي المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، إنه موضوع إن جزء من قيمة الأصول دي هيبقى مقابل اللي هيتم توفيره كمباني بديلة. ده كان تصريح مش رسمي خارج من الحكومة وإنما من في جلسات البرلمان ومع حضراتكم كده وأنتوا بتتكلموا في ده، هل شايف إنه في ميل عام اتجاه طرق صرف معينة؟ لا يعني ما يعني في الحقيقة ما حصلش إنه اتعمل اجتماع مخصص لمناقشة التصرف في المباني دي، وإنما بيحصل نقاشات عامة زي ما قلت لحضرتك. يعني في إجماع على إنه كل ما هو تراثي وله قيمة أثرية يعود إلى الآثار أو هيتعامل بقى معاه إنه يتعمل منه. يعني مثلا أكيد مجلسي الشعب والشورى ممكن جدا يبقى ده متحف بيؤرخ للحياة السياسية والنيابية في مصر، على اعتبار إنه الـ يعني زي ما بنشوف في دول أوروبية زي فرنسا وغيره إن في فعلا مباني بتعمل الدور ده. وزارة الزراعة مثلا عندها بعض مباني واضح جدا ان ليها قيمة تاريخية ممكن يتعمل فيها متحف او مشابه. لكن في الاخر في بقى جزء تاني كبير جدا مباني عادية لكنها في اماكن مميزة جدا في قلب العاصمة. فاللي بيحصل مناقشات عامة، لكن الحكومة حتى في بيانها زي ما حضرتك تفضلتي في التقرير اللي تم عرضه اتكلمت عن ان هيتم نقل، لكن ما كانش في جزء بيتكلم عن انه هنعمل ايه في الاصول دي. وانا متهيأ لي انه بعد وجود الصندوق السيادي اظن ان ممكن جدا افكار كتيرة تختلف، لان المفروض ان الصندوق ده دوره الاساسي انه يحصر اصول الدولة، وانه من خلال مجلس ادارة محترف متميز يدير هذه الاصول بشكل يحقق عائد اقتصادي تنتفع به الدولة، ويدخل بقى العائد ده في الموازنة لينفق منه على الاستراتيجية العامة للدولة ويقلل يعني عجز الموازنة زي ما حضرتك ذكرت من شوية. يعني المفروض جدا. بقى انه يعني ده هيبقى يعني لا يتصور انه حتى لو كانت قيمته الرقم التقديري اللي حضرتك قلتيه هو فعلا مليار ده ايه يعني الرقم ده برضو تصريح ما قريب من الحقيقة، لا ما طلعش من جهة رسمية. تمام. وانا يعني لو حضرتك هتأذني لي انا اشك ان في حصر دقيق بالمباني دي عشان نبتدي نتكلم فيه، لان كان من ضمن المناقشات اللي اتعملت عشان الصندوق السيادي انه من ضمن الاشكاليات انه اصول الدولة محتاجة ان يتعمل لها حصر دقيق يعني شامل. في برضو حاجة تانية انه كان في بعض مباني تابعة لوزارات كان عليها نزاعات قضائية زي الحاجات اللي اتأممت وبعدين بعض ورثة الورثة رفعوا فهل دي هيبقى موقفها ايه الى ان يبت في امرها لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي
لما بيبقى في دايره اي حد مننا كنواب مبنى او ما شابه غير مستغل وعايزين مثلا نستخدمه في النفع العام، فلما نروح نسال في المحافظه فيقول لنا لا اصل المبنى ده بتاع وزاره كذا. فالى الان كل وزاره عندها مبانيها، هل يعني في حصر دقيق لده؟ ان بقى الملكيه يعني مجرد ما يروحوا لمبانيهم الجديده، هل تلقائيا الملكيه بتقول لي الصندوق السيادي ولا للشركة الجديدة ولا لوزارة المالية؟ نعم. دي كلها أمور الحكومة هتحتاج إنها يعني أنا متهيألي مش هينفع إن الأمر يعني لو اتقال يعني ما فيش حصر لغاية دلوقتي حتى بمجموع الأصول اللي موجودة أو المباني والعقارات، فيش حصر دقيق لغاية دلوقتي اللي هي مملوكة للدولة نقدر نحط ايدينا على الرقم. يعني انا ما شفتش حصر دوت لا الحكومه قدمته ولا شفناه، بل ممكن اقول لحضرتك كمان في حاجه كانت يعني محل نقاش ما بيننا واحنا بنناقش الموازنه العامه للدوله، ان بعض الوزارات كانت بتحط في النفقه الاستثماريه امور تخص الاصول الثابته اللي هي المباني. فكان طبعا يعني او مثلا حاجه زي المجلس القومي للاعاقه كانوا مقدمين ان هم ما لهمش مبنى وعايزين مبنى، فكان في كلام بيتقال طب ما هو لو احنا هننقل وزارات وهيئات ناخد مبنى ليه؟ ما ناخد مبنى من هناك. المباني دي نعمله للكيانات اللي بتطالب بمباني زي المجلس القومي لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقه او غيره، ولو احنا هننقل يبقى ما ينفعش وزاره من الوزارات تاخد فلوس عشان تعمل صرف اخر على المباني او نفقه استثماريه على يعني على المباني. ده كان محل نقاش. انا متهيالي ان الحكومه مطالبه انها يعني طالما ان احنا خلاص يعني هنبتدي فاضل اربع شهور، وانا متهيالي ان احنا لو زي ما جه في التقرير وزي ما جه في بيان الحكومه انه هينقل الغالبيه العظمى من الوزارات والهيئات الكبرى ومجلس النواب، وكان في كلام كمان عن مؤسسه الرئاسه، يعني انه بقى الامر يعني يبقى فيه بيان، يبقى فيه استراتيجيه توضح لنا كل هذه الامور، يتقال فيها بقى المباني التاريخيه والتراثيه هنعمل فيها كذا وكذا وكذا، المباني اللي هي متنازع عليها هيتم مثلا الانتظار للبت فيها قضائيا، المباني اللي هي يعني في اماكن مميزه او كده مثلا هيتعمل فيها مزاد. في تصريحات عامه كده بتتقال لي احنا هنعمل فنادق، ما هو يعني فين الخطه كده؟ فين الدراسه، دراسه الجدوى اللي بنتكلم عن عدد ضخم من المباني هنعمل كل دي؟